بقى نشجع. يعني في ظهر الفريق ده هو حقيقة النادي الأهلي يستاهل ودايما دايما بيفرحنا، هو يعني مصدر من مصادر السعادة للجماهير المصرية عموما أكيد والأهلوية كمان بشكل خاص. الكل امبارح كده كان من أول النهار بيسأل وبيدور على موقع أو قناة علشان يتفرج على المباراة، ومع انطلاق المباراة الكل كان متوقع ومستني الفوز، لأن الأهلي الحقيقة عود جماهيره دايما على الانتصارات، وبالفعل تحقق الفوز في المباراة الأولى في ثالث مشاركة على التوالي والثامنة في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية. وبالمناسبة عشان تحضروا نفسكم، الأهلي إن شاء الله هيلعب يوم السبت يعني بعد بكرة مباراته العشرين بمونديال للأندية، واللي بإذن الله من خلالها يصعد للدور قبل النهائي للمرة الخامسة في تاريخه. وفعلا فعلا النادي الأهلي وإحنا بنشوف الصور مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة هو يعني فخر لكل الأهلوية ولكل الجماهير المصرية منذ بداية تأسيسه الحقيقة عام 1907. فمليون مبروك لكل الأهلوية، مليون مبروك لمصر، لأن زي ما قلت لحضراتكم من امبارح حتى كمان وإحنا كنا بنتكلم وبنشوف تاريخ المواجهات بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي، وكنت بقول لحضراتكم إن في 2006 في كأس العالم للأندية لما كان في اليابان الحقيقة فاز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي نيوزيلندي بنتيجة 2-0، وكنا بنتمنى امبارح ان يحصل تاني يعني الفوز ده. صحيح كان الاسطوره البرتغالي مانويل جوزيه هو ساعتها المدرب الفني للمنتخب النادي الاهلي، لكن الحمد لله الحلم اتحقق ولسه ان شاء الله واقفين دايما في ظهره، وباذن الله دايما يقدم لنا كده يعني مباراه قويه، لان المباراه امبارح كانت حماسيه وسريعه واداء بطولي وجماعي زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. كرويه قوي يا ريم بنتي، وبرضو انا بقى عايز اعرف على الصبح كده اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه اهلاويه اهلاويه. معلومات كرويه قويه جدا، ويعني وفي ناس في الكنترول بيقولوا ممكن تكون اسمها علاويه عشان الاصفر مثلا. انا حاجه مصريه مفيش احمر. ما انا قلنا بقى انا احنا زي ما انت قلتي انا وانت واحد صح. ايه رايك نروح كده نقول للساده المشاهدين عن فقراتنا النهارده؟ النهارده هنتعرف على تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزيارة رئيس الوزراء للسنغال، وغيرها من الأخبار. وهيكون معانا للتحليل من خلال قراءة عناوين الصحف الكاتب الصحفي خالد العوامي. فقرتنا الثانية بقى فقرة جميلة كده نفصل بيها نهاية كده في نهاية الأسبوع معك، الفقرة الثانية الحقيقة، لأن هنشوف ونقابل فيها فنانة مسرح وسينما أصولها مصرية ولكنها قضت حياتها خارج مصر بالنمسا. ضيفتنا النهاردة الفنانة المصرية النمساوية أميرة السيد، وحوار شيق جدا إن شاء الله مع نهاية ان شاء الله نبسط كده بالفقره. واميره فنانه جميله، اكيد الساده المشاهدين هيستمتعوا بالعربي الجميل بتاعها في الفقره. تعالي بقى نقول لهم كمان في صباح البلد هنقدم تقرير وحكايه من حكايات النجوم، وبطل حكايتنا النهارده دلوعه السينما المصريه الفنانه الجميله الراحله شاديه. هنستمتع اكيد يا هند بحكايات يعني النجوم مع شاديه النهارده. مظبوط، ودايما كده يا هند لما بنلاقي مثلا ان في فنان مصري يعني في فنانين كانوا بيمثلوا بس في فنانين كانوا بيغنوا مطربين بس، لكن شاديه الفنانه الجميله شاديه الله يرحمها يعني شامله بقى يعني غنت ويعني كانت مثلت. بتمثل كمان بطريقه مميزه جدا، فربنا يرحمها وان شاء الله نعيش كده يعني ونفتكر مع الساده المشاهدين مشوارها الفني واهم المحطات الفنيه في حياتها. اكيد. خلينا بقى نهاية كده ناخد الساده المشاهدين لموضوع تاني مهم وبعد كده هسالك سؤال، بس خلينا الاول نقول للساده المشاهدين يعني الموضوع ايه. الحقيقه ان طبيعي دلوقتي ما بنقدرش ان احنا نستغنى عن موبايلاتنا، يعني ده امر واقع، والكلام ده مش النهارده، الكلام ده من سنين حتى فاتت، بس دلوقتي كمان كل شويه مع التطور التكنولوجي الموضوع بيزيد اكتر، لان ببساطه شديده هي اسهل طريقه تعرف بيها كل حاجه حواليك واحنا موجودين كده في مكاننا. حتى كمان الاطفال بقى معظم الاهالي بيخلوهم يستخدموا الموبايلات علشان يعني يقدروا ان هم يطمنوا عليهم بكل سهوله، او حتى انهم يقضوا وقت فراغهم عليها. ولكن بقى ركزوا معايا في النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. في دراسه جديده اكدت ان استخدام الاطفال للهواتف الذكيه اوقات طويله وخصوصا من سن 9 سنين ده بيسبب لهم يعني الحقيقه ان هم ما بيقدروش قوي يركزوا في اكتر من مهمه بعد كده، وكمان بيسبب ليهم ضعف في الذاكرة على المدى البعيد. أضافت كمان الدراسة إنه لما بيتعرض الطفل لحالة كده من الغضب بيلجأ أكتر بقى ساعتها للموبايل، الهواتف الذكية عموما. علشان كده خلينا نقول إن لازم
نعلمهم ان يبقى في بديل لما تحس ان انت متضايق، تحس ان انت متعصب، تحس ان انت غضبان، مش اول حاجه تروح تلجا ليها على طول هو الموبايل، لا لازم نخليهم يعرفوا ازاي يعبروا عن غضبهم او ازاي يسيطروا عليه بشكل كويس، ما يروحوش يهربوا للموبايل وياخدوا كده زي ما بنقول كده وتعلمنا كده ناخد نفس عميق كده ونهدى ونفكر بطريقه ايجابيه وما نلجاش لاي اسلوب سلبي. وعلى فكرة القعدة كتير على الموبايل ده واحد من الأسباب اللي بتزود اضطراب طيف التوحد، واحنا شايفين التوحد منتشر جدا جدا خصوصا في الولاد بالنسبة للبنات، فدي حاجة مهمة قوي. نهاية بتعملي ايه مع ولادك يا نهاية؟ انا عايزة اقولك انه يعني خليني برضو ازود على اللي انت قلتيه، انه احنا كلنا كأمهات بتحسي ايه؟ انا عايزه اخد وقت لنفسي، ايه اكتر وقت الولاد بينشغلوا فيه؟ والامهات كتير مش بيبقوا فاهمين ان ده بيبقى مضر جدا لاولادهم، تديله الموبايل او تديله التابلت او الايباد، يفضل الولد قاعد عليه طول اليوم ما يجيش جنبها وهي تعرف تشوف شغلها وشغل بيتها والكلام ده كله والولد، لكن ده طبعا طبعا مضر جدا جدا. يا هند خلينا يعني نحذر الساده المشاهدين وكل ستات البيوت اللي بيشوفونا دلوقتي، دي حاجه خطر جدا ان الولد او البنت قاعدين على الموبايل طول الوقت، دي بتاثر على صحتهم النفسيه، بتاثر على تركيزهم، بتأثر على يعني وجودهم في المدرسة وتركيزهم في الفصل مع المدرسين، يعني مش بتقدر ان انت تاخد من ولادك اللي انت محتاجه او الدرجات اللي انت محتاجها او كده بسبب ان طول الوقت الهواتف الذكية او الموبايل او الاشعاعات دي اوريدي اصلا بتأثر عليهم نفسيا. طيب طبعا الدراسة دي كمان اكدت ان الهواتف الذكية دي او استخدامها بيخلي الطفل كمان ما يقدرش ان هو يعني يميز بين الواقع وبين الخيال، ده بيخليها بتبقى صعب جدا يعني بيحصل له اضطرابات. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا ندور على بدايل لاطفالنا بدل ما هم طول الوقت قاعدين قدام الموبايل او التابلت او الايباد، نشوف حاجه ثانيه، ممكن يعملوا كالرنج، ممكن يجيب الوان كده ويخليهم يلونوا على حسب الفئه العمريه بتاعت ابنك او بنتك، ممكن يعملوا حاجات كتيره جدا بدل موضوع التابلت او الموبايل، وعلى قد ما تقدروا قللوه، مش هتعرفوا تمنعوه مره واحده، مش هتعرفوا تلغوه في ساعتها، ساعه بعد كده نص ساعة، بعد كده 10 دقايق، بعد كده ويك اند بس، يعني بلاش يبقى طول الأسبوع مع الولاد، وابتدوا قللوا الفترات لحد ما الولاد يبتدوا ان هم يبعدوا خالص عن الموبايل أو حتى يستخدموه بشكل قليل جدا عشان ما يأثرش عليهم. طيب عاوزين نعرف بقى من حضراتكم وتشاركونا كده بآرائكم، تعملوا إيه عشان ولادكم ما يستخدموش الهواتف لفترات طويلة؟ ومستنيين كده تفاعلاتكم معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وأكيد هننتظر يعني اقتراحات أكيد وارائهم وطريقتهم كمان لو هم اوريدي بيعملوا ده. وتعرفي ان هاد وانت بتتكلمي يعني انا استرجعت كده ايام الطفوله اللي جيلنا والاجيال اللي سابقه لينا وحتى اللي بعدنا بحاجه بسيطه. يعني كنا زمان كده بنعمل حاجات كتير يدويه بايدينا جداً. كان في اكتيفيتيز كتير، انشطه كتير بنشارك فيها، كل واحد بقى على حسب موهبته، في ناس بتحب الموسيقى بالظبط، كنا بنعمل حتى بايدينا حاجات يدويه والله يا نهاد، ودي حاجات كانت بتنمي مهارات كتير، وكل ام بقى تعرف ايه ابنها مميز فيه وتحاول تجذبه ليه اكتر، لان يعني اي حاجه بتمارسي فيها ذهنك وبتمارسي فيها ايدك وحواسك ده بيكون نتيجته على حسب طبعا اراء الخبراء والمتخصصين بيكون نتيجته افضل كتير جدا في تنميه مهارات الطفل عموما، افضل من انه يفضل قاعد قدام شاشه ما بيتكلمش. فيعني بيتاثروا جدا واللاب بينفعلوا جدا من الحاجات، وبيتاثروا جدا بالحاجات اللي بيتفرجوا عليها وتلاقيه بيقلدوها كمان يعني اوتوماتيك بشكل اعمى يعني. صحيح التكنولوجيا ليها دور كبير مهم في حياتنا، بس نحاول نقلل كده منها على قد ما نقدر. طيب كل يوم كده بنحاول نقول لحضراتكم لو محتارين ويعني مش عارفين كده تروحوا فين في خروجه تفصلوا فيها شويه، يعني هنحاول كده نعرض لحضراتكم دلوقتي مجموعه من الندوات، الامسيات، الاحتفالات اللي ممكن تقضوا فيها وقت سعيد مع اصدقائكم او مع عائلتكم في الويك اند. فخلينا نشوف النهارده كده اهم الفعاليات اللي موجوده النهارده.
كده واحنا بنبتدي يومنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهارده، ونشوف يعني اخبار الطقس ايه النهارده. والواحد نازل كده كان الجو برد جدا، متوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، اما مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. تعالوا بينا كده نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة اللي سجلت النهاردة للعظمى 18 أما الصغرى 10، الأسكندرية 17-9، مطروح 16-9، شرم الشيخ 21-12، إسماعيلية 18-9، إنا 19-8، أما أسوان 20-9. وبالنسبة كمان لدرجة الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهنبتدي مع بعض بالرياض اللي سجلت للعظمى 24 أما الصغرى 9، أبو ظبي 25-18، أنقرة 2-3 تحت الصفر، لندن 12-7، واشنطن 7-1، أما باريس 11-7، وأخيرا بكين اللي سجلت 7-3. ايه رايكم بقى كده بعد ما اطمننا على حاله الطقس، نروح بقى نطمنكم على الحركه المروريه واخبار الشوارع ايه، وخصوصا ان النهارده الخميس يعني وبيكون فيه ذروه، بقى عاوزين نعرف الاماكن الفاضيه ونسلكها والاماكن الزحمه نبعد عنها. ومعانا زميلنا عاصم الشندويلي اللي في الاداره العامه للمرور. صباح الفل عليك يا عاصم، وطمنا على اخبار الحركه المروريه عندك النهارده ايه. يا صباح الخير والبركة والسعادة، تحياتي ليك يا نهاد، وبرحب بكل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور. النهاردة الخميس من أيام نهايات أسبوع، واللي من المفترض أن يشهد يعني بعض الأحجام المرورية في فترة الذروة الصباحية تحديدا. خلونا بس في البداية نطمن السادة المشاهدين أن حتى هذه اللحظات لم ترد أي إخطارات لغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور تفيد لا قدر الله بوجود أي مشاكل، وأن كل الأمور تسير على ما يرام، رغم عندنا تحذيرات كثيره جدا من الاحوال الجويه اللي احنا بنشهد حاليا انخفاض ملحوظ في درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه عن معدلاتها الطبيعيه اللي احنا شفناها الاسبوع الماضي او حتى مع بدايه هذا الاسبوع. الامر اللي ترتب عليه طبعا نشاط كبير جدا للرياح، وايضا تساقط بعض الامطار على عدد من المحافظات الخاصه بالشماليه، وعشان كده بنناشد كل قائد المركبات على كافه الطرق بتوخي الحيطه والحذر اثناء عمليه القياده في هذه الاجواء الجويه، يعني تجنب لا قدر الله لوجود اي مشاكل. مهم جدا في الفترات اللي بتشهد امطار اللي زي النهارده وان شاء الله يعني ممكن تستمر معانا لبكره على عدد محافظات الجمهوريه، قبل ما نطلع بالعربيه نطمن على اربه الميه وامان ان المساحات بتاعتنا شغاله معانا تجنبا لا قدر الله لتكون الشبوره او تكون المياه اثناء عمليه الامطار. وكمان بنحذر حضراتكم من الشبوره المائيه اللي بتبدا بعد صلاه الفجر وبتستمر معانا حتى الساعه 7 او 8 صباحا. تعالوا بعض مشاهدينا الكرام كده نشوف حاله المرور على ارض الواقع من خلال هذه الشاشات، ونبدا مع حضراتكم من محور بن زايد بالعاصمه الاداريه الجديده. زي ما حضراتكم شايفين الاتجاهين حاله من السيوله المروريه التامه. نروح ايضا مع حضراتكم لمحور الروبيكي من المحاور الهامه اللي بتشهد حاله من السيوله المروريه التامه تحديدا في فتره الذروه الصباحيه. ننتقل ايضا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لمحاور في غايه الاهميه زي مثلا منطقه داندي مول على الطريق الصحراوي اللي بتشهد برضه حاله من السيوله المروريه، وتحديدا اللي جاي هنا من المحور ده لبنان ونازل نزلة الصحراء ومكمل على بوابات مصر اسكندرية الصحراوي في حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من اسكندرية وداخل على بوابات مصر اسكندرية ومكمل بعد كده على اكتوبر او الدائري او المحور في حالة من السيولة المرية التامة. هنا ممكن نقول طريق بديل في غاية الاهمية يا حبايبنا اللي جايين من اسكندرية، بدل ما ياخدوا هذا الطريق اللي يطلعهم على المحور او على الدائري وهم رايحين مثلا مناطق التجمع وسط البلد، الافضل ليهم محور رود الفرج تحديدا في فترة الذروة الصباحية، الا ياخدهم مباشرة قبل البوابات بحوالي 5 كيلو هوصلهم مباشرة على يعني مناطق وسط العاصمة وتحديدا عند شبرا عند بوابات تحيا مصر. نروح مع حضراتكم لهذه المنطقة على الدائري واللي جاي هنا من المعادي ومن التجمع واخد دائري المريوطية ومكمل بعد كده على دائري الرماية، فبنشهد حالة من السيولة المرية، وأيضا اللي جاي من الزراعي ومكمل على دائري الرماية أو طريق الواحات في حالة من السيولة المرية التامة، عدا الجزء الآخر اللي بشهد أيضا حالة من السيولة المرية التامة، ولكن هنا بننبه قيد المركبات في هذه الجزئية اليمنى تحديدا عند منطقة القوس الغربي من طلعة الرماية لحد المريوطية بتشهد أعمال التوسعة وأعمال التطوير
تطوير للطريق. عشان كده اللي جاي من الواحات واللي جاي من مدينه الانتاج الاعلامي وحدائق اكتوبر وحدائق الاهرام وحابب يروح التجمع، الافضل ليه وتحديدا في هذا التوقيت ياخد الطريق السياحي اللي هيوصله مباشره على دائري المعادي، وده الافضل حاله ليه في هذا التوقيت من فتره الذروه الصباحيه. نروح مع حضراتكم هنا لكوبري 15 مايو وتحديدا اللي جاي من زايد من اكتوبر ومن الصحراوي ومكمل ل 15 مايو ثم بعد ذلك الى ميدان لبنان في حاله من السيوله الموريه التامه، واللي جاي هنا من السودان ام لدان لبنان ومكمل 15 مايو ثم محور يوليو وبعد كده على زايد اكتوبر في حاله من السيوله الموريه التامه. بنشهد هذه الجزئيه تحديدا من اللي جاي من منطقه يعني اكتوبر وزايد بعض الاحجام الموريه ولكن غير مؤثره اطلاقا على حركه المرور نظرا لتواجد رجال المرور اللي بيحدثوا حاله من السيوله الموريه لحظه بلحظه. دي كانت اطلاله سريعه مشاهدينا الكرام على الحاله الموريه النهارده، ونذكر ايضا حضراتكم بالرقم اللي خصصته الاداره العامه للمرور للتدخل السريع في حال لا قدر الله حدوث اي شيء على الطريق، وهو 0-122-3-4-0 0-122-3-4-0. صباح الخير والبركه والسعاده، تحياتي ليك يا نهاد، ونعود مشاهدينا الكرام مره اخرى لاستوديو صباح البلد عشان نستكمل باقي فقرات برنامجنا النهارده من صباح البلد. شكرا زميلنا عاصم الشندويلي من الاداره العامه للمرور، بجد يعني بيفيدنا كده وبيقول لنا على كل المعلومات المفيده اللي ممكن نحتاجها في الطريق. تعالوا بقى كده من المرور نروح ونتنشط شويه ونعمل شويه تمارين رياضيه تفرق معانا جدا على مدار اليوم. قوموا معايا دلوقتي كده وتعالوا نشوف الجيم بتاعنا والحركات البسيطه اللي تعملوها من مكانكم. يلا بينا. صباح الخير عليكم، النهارده هنعمل تمارين سهله جدا وبسيطه هنشغل بيها جسمنا، هنقوي عضلاتنا، نحرق الدهون ونعلي مستوى اللياقه البدنيه بتاعتنا. تمارين النهارده هعملها كلها على الحيطه، مش ملناش تلفيك، هنبقى كل بيت عنده حيطه هنسند عليها هنعمل بيها التمارين، كتاف صدر وبطن ورجلين. يلا بينا، هنبتدي الاول بالتسخين زي ما احنا متفقين. التسخين يا اما هنجري في المكان، هننط الحبل، او هنعمل الاربع تمارين اللي بنعملهم مع بعض، تو صوابع كعب، بعد كده بسرع 10 عدات، بعد كده لورا 10 عدات، بجري في مكاني، بعد كده بروح يمين اروح شمال، ستيب 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 ستيب، هعيدهم تاني، صوابع كعب، اسرع لفوق، اسرع جدا كاني بجري 10 عدات لورا 10 عدات، بعد كده ستيب للجنب ستيب للجنب، خطوه وخطوه لحد ما احس ان الهارت ريت او ضربات القلب بتاعتي عالية. ثلاث مرات كفايه هياخدوا مننا حوالي 5 دقائق. هنبتدي مع بعض باول تمرين البوش اب على الحيطه، ايدي جوه كتفي رجلي لورا، عندنا كل المستويات على الحيطه، انا ايدي لو في مستوى الكتف بتاعي وكعبي على الارض، وهنزل هو يكون 90 درجه، محدش ينزل كوعه لتحت، هو هنا 90 درجه، هنزل وهطلع لحد وشي ما يبقى قريب من الحيطه. التمرين سهل، مش حاسه ان انا بعمل حاجه، هقف على مشط رجلي، كل ما يبقى سهل كل ما ممكن انزل بالمستوى بتاعي لتحت. طب هنرجع تاني للمستوى الاولاني، من هنا كوعي 90 درجه، هنزل ضغط واطلع 10 عدات، بعد كده هثبت 10 عدات. ده اول تمرين. تاني تمرين من نفس الوضع اللي انا فيه، رجليا هزقها لورا، هلمس بكعبي، الرجل الثابته بتكون الركبه مهنيه شويه، ظهري مفرود، هنزل هنا بمشط رجلي واطلع لفوق، هنا واطلع لفوق. ده تاني تمرين معانا للعضلات بتاعت الرجلين، هزق من ركبي واطلع لفوق، هنا ركب واطلع لفوق، هنا لعضلات الجلوت. التمرين اللي بعده هنزل بركبي لتحت شويه، هزق للجنب وارجع تاني، للجنب وارجع تاني، واطلع لحد المستوى ده. الرجل الثابته دايما ناخد بالنا ان ركبي تكون متنيه علشان خاطر ابقى عامله لها تمرين من الثبات. اخر تمرين معانا، هنزل بايدي هاتني ركبي، رب عليا ورب عليا، ونعمل بسرعه، لازم نعمل تمرين كارديو وسط التمارين بتاعتنا، اللي يقدر يعمل اسرع يكون اشطر كتير. هنعيد التمارين تاني مع بعض، اول تمرين تمرين البوش اب، هنزل واطلع ضغط، سهل ارجع لورا، كل ما بقى سهل كل ما اقدر انزل لتحت. التمرين اللي بعده الجلوت، رجليا لفوق، تمرين اللي بعده من هنا بتني ركبي بزق لورا، وانا ركبي متنيه من الركبتين جنب بعض لغايه
ورا بعمل فيه بقى. من هنا من سايد من جنب. لو احنا نقدر واحنا ثابتين في مكاننا نكون تانيين طعنا شويه يبقى احنا مشغلين الابر بودي في نفس الوقت واحنا مشغلين الجزء السفلي الرجلين. اخر تمرين معانا تمرين الكارديو، حكي ركبي وركبه وركبه عليا بسرعه. كده احنا شغلنا بطن ورجلين وابر بودي وكتاف ودرعات وصدر في تمارين صغيره واستخدمنا فيها الحيطه. صباح الخير عليكم. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار المقالات الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا النهاردة ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم. صباح الفل أستاذ خالد، منورنا في صباح البلد. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مشاهدينك. أستاذ خالد النهاردة هيكون عندنا ومعانا مجموعة من الأخبار المتنوعة ليها علاقة طبعا بالشأن المحلي والعربي والدولي. اسمح لي نستهل جولتنا في صحافة النهاردة مع حضرتك ويا السادة المشاهدين. أشكرك أستاذ خالد بهذا الخبر الهام، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في المجالات المختلفة لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسي على الساحتين الإقليمية والدولية. حقيقة زيارة بالتأكيد هامة بتأتي في وقت يعني دائما ما نصف سياسة مصر أستاذ خالد بأنها سياسة متزنة متوازنة منفتحة على كل الحقيقة دول العالم من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وكنا بنتابع منذ أيام قليلة زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند ثم أذربيجان ثم أرمينيا. اليوم وإحنا بنتحدث عن العلاقات المصرية الموريتانية هنجد إن في رابط مشترك كتير، في توافق رأى أستاذ خالد مع بين موريتانيا وبين مصر في العديد من القضايا إزاء القضية الفلسطينية اليمنية السورية الليبية طبعا باعتبارها يعني الحقيقة أمن قومي لكلا البلدين. بنجد أيضا أن في علاقات تاريخية بتربط بين البلدين، يمكن كان في نزاعات بين السنغال وموريتانيا في فترة 1989 وكانت بوساطة مصرية توصلوا الحل 1992 واتفاقية كانت هامة. أيضا في تعاون كبير جدا في المجال الزراعي صيد الأسماك تحديدا الثروة الحيوانية والعديد من المجالات. هذه الزيارة يعني حضرتك كيف تنظر إليها ودلالتها في هذا الوقت، خاصة وإن يعني مصر دائما يعني مهتمة جدا 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 بالشأن الأفريقي؟ أولا بشكرك على الاستضافة، إن شاء الله نتمنى أن احنا نضيف حاجة تفيد الناس إن شاء الله. بداية لما نبص في الفترة الأخيرة للزيارات اللي أو التحركات الرئاسية الأخيرة اللي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فهي تحركات تمت بشكل واسع النطاق على المستوى الدولي وهدفها خلق مساحات نفوذ للدولة المصرية في عدد من دول العالم، بناء جسور ثقة وبناء جسور من العلاقات المتينة مع عدد من الدول، وتفتيح للعلاقات الدولية، الأمر اللي من شأنه بيزيد من علاقات مصر الدولية وتعاظم وجودها وحضورها الدائم في المحافل الدولية. يمكن شفنا الفترة الأخيرة الزيارات اللي قام بها سيادة الرئيس إلى دولة الهند، والحقيقة كانت زيارة هامة وكبيرة وهامة بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي. كان بعد كده زيارة ثالثها إلى دولة أذربيجان، ثم زيارة ثالثة إلى أرمينيا وهي زيارة تاريخية بكل المعنى. أول رئيس مصري يزور زيارة تاريخية وكان لها مدلولات سياسية كبيرة. فهذه التحركات الدولية
يعني تحركات بتعظم من دور الدوله المصريه. ولما نشوف اللقاء اللي عمله سياده الرئيس امبارح مع وزير الدفاع الموريتاني، اعتقد ان جزء منها بيصب في هذا الاطار، هو خلق مساحات نفوذ للدوله المصريه في دول الاخرى. وما نقدرش نبص لهذه الزياره بمنعزل عن جانب من التاريخ. العلاقات الموريتانية المصرية هي علاقات متواصلة عبر أزمنة متعددة على مر التاريخ، بترجع يمكن لما قبل الإسلام، مظبوط، للقرن الثاني الميلادي عندما انهار سد مأرب وقامت العديد من القبائل العربية بالنزوح عبر الأراضي المصرية إلى المشرق العربي وصولا إلى موريتانيا. هذه الهجرة وهذا الأمر عمل جسور من التواصل بين الدولة المصرية والدولة الموريتانية على مر التاريخ، حتى إن كمان في طلبة أزهر كتير جدا يعني من الطلبة الموريتانيين. يمكن كان في بالتأكيد إن في العديد من البعثات الدبلوماسية والبعثات العلمية والتعليمية، والطلاب جم إلى مصر درسوا في المعاهد والجامعات المصرية وبالأخص في جامعة الأزهر اللي خرجت الحقيقة مئات وربما آلاف الخريجين الموريتانيين. وبالتالي لما نبص لهذه الزيارة، هي زيارة، هذا اللقاء هو لقاء مهم، فلما نرصد او نرصد جانب من الارث التاريخي او هذا السرد التاريخي، بيكون امر مهم جدا لبناء حاضر ومستقبل افضل في العلاقات الدوليه بالاخص مع موريتانيا. موريتانيا العلاقات معها ليست مجرد علاقات اقتصاديه وعلاقات سياسيه فقط، ولكن هي ايضا علاقات امنيه وعسكريه، دول تجمع الساحل والصحراء بالتاكيد. وهذا التواصل خلق نوع من التوافق في الرؤى بين الدوله الموريتانيه حول مجمل القضايا الإقليمية الموجودة على السطح. جانب مهم من اللقاء اللي تم امبارح ركز على جانب مهم، هو مكافحة الإرهاب. ومكافحة الإرهاب هو القضية الأبرز والأهم اللي بتشغل بال كافة الحكومات، خاصة أنه بيهدد أمن واستقرار المنطقة وبيهدد كثيرا من التواجد الآمن للمواطن العربي. في منطقة دول الساحل، هذه المنطقة بتشهد نشاط واضح وملحوظ للبؤر الإرهابية والإجرامية زي بوكو حرام، جماعة بوكو حرام، زي جماعة داعش، زي تنظيم القاعدة. فهنا في بعد نظر للدولة المصرية في كيفية تجفيف منابع الإرهاب، ليس في الداخل فقط ولكن أيضا في مناطق صناعة الإرهاب نفسها. هذا الأمر أيضا متعلق بالأزمة الليبية، لأن للأمانة تركيا بتدعم هذه الجماعات الموجودة في منطقة الساحل وتقدم لها دعم لوجستي ومعنوي وكبير جدا من أجل تصدير المرتزقة والإرهابيين إلى الدولة الليبية، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على 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 الأمن القومي المصري. ده بيعكس إيه؟ الذراع الطويلة للدولة المصرية في محاربة الإرهاب، ليس في الداخل فقط ولكن أيضا في مناطق صناعته في خارج الحدود. وده الحقيقة جزء من دور المحوري والريادي لمصر. وما زلنا في الشأن الأفريقي، وننتقل لخبر آخر هام، حيث غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا التي تستضيفها السنغال يومي 2 و3 من فبراير الجاري. وأكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء. ما زلنا بنتحدث عن القارة السمراء واهتمام مصر، ومنذ تولي حقيقة مصر منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنجد يعني شكل آخر للعلاقات المصرية الأفريقية، ومنذ تولي مصر رئاسة الحقيقة الاتحاد الأفريقي في 2019، وهناك منح آخر مهم. ويمكن واحنا بنتحدث عن السنغال تحديدا بنفتكر زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنغال في 2019، وبيليها زيارة للرئيس السنغالي ماكي سال في يناير ونوفمبر 2022 مصر. وحتى كمان زار العاصمة الإدارية الجديدة وكان بيشيد بي المشروعات والاستثمارات القويه في مصر، ومصر لديها يمكن هذا الاجتماع معني اكثر بالبنيه التحتيه واللي بيخدم رؤيه افريقيا 2063، وفي العديد من المشروعات المهمه القاهره كيب تاون، وفي العديد من المشروعات والربط. والحقيقه مصر لديها تجربه استاذ خالد يعني يتحدث عنها الجميع في البنيه التحتيه ومشروعات طرق والنقل والسكك الحديديه. اهميه هذه الزياره وتاثيرها من الجانبين المصري والسنغالي والعديد من الدول الافريقيه الحقيقه في التجارة كمان القادمة.
بصي، هي المشاركة المصرية في هذه القمة المنعقدة في السنغال لا يمكن أيضا أن ننظر إليها بمنعزل عن التحركات المصرية الأخيرة على المستوى الدولي. هي تصب في هذا الإطار، في تحركات فاعلة للقيادة المصرية وللدولة المصرية على المستوى الدولي الحقيقة لافت وبيؤكد بعد نظر الدولة المصرية. هذه التحركات هدفها زي ما قلت خلق مساحات نفوذ، خلق مساحات مصالح، بناء علاقات وطيدة، دعم والدفاع عن المصالح المصرية، تقوية القوة الناعمة المصرية والقوة الخشنة أيضا في المصرية لهذا النفوذ الموجود في القارة الأفريقية. والملاحظ أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السنغال هي زيارة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف يلقي كلمة أيضا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر بيمنح هذه المشاركة اهتمام دولي كبير على الصعيد الدولي، واهتمام كبير جدا وزخم الحقيقة لهذه المشاركة. كمان الملاحظ أن هذه الزيارة بتضم وفد رفيع المستوى، مجموعة من الوزراء مشاركين في هذه القمة زي وزير النقل، زي وزير الكهرباء، زي وزير الإسكان، أيضا بتضم عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يمثلون القطاع الخاص، وهذا دلالة أخرى على أن الدولة المصرية تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في قضايا التنمية والبناء والتعمير، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الأفريقي. مصر الحقيقة خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن تقوم بدور فاعل في القارة الأفريقية، استعادت من خلالها تواجدها الحقيقي وتواجدها التاريخي في القارة الأفريقية. هذا التواجد القائم ليس على المصالح، على الاستفادة الفردية، ولكن قائم على المصلحة المتبادلة، قامت مشروعات تنموية، الأمر الذي يخلق مصالح مشتركة من الصداقة والعلاقة، التجارة البينية بين الدول، التجارة البينية، لأن جميع الأطراف مستفيدة، ما حدش بيشتغل على حساب طرف لوحده. يعني مصر لما تلاحظ أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الأخيرة وبنت وحققت العديد من الإنجازات وبنت الحقيقة علاقات قوية مع القارة الأفريقية، مصر ترأست مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مصر الحقيقة أطلقت منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مصر استضافت مركز الفضاء الأفريقي أو وكالة الفضاء الأفريقية، آسف، مظبوط، مصر ترأست الدورة انتخبت لرئاسة الدورة الخمستاشر للجنة الأمم المتحدة ممثلة عن الاتحاد الأفريقي، مصر استعادت وجودها في المنظمات والجمعيات الأفريقية بشكل فاعل، واستعادت دورها الريادي في هذا الأمر. الحقيقة مصر يعني خلال هذا الرصد للتحرك المصري نستطيع أن نلحظ أن هناك تنامي واضح ونفوذ واضح للدولة المصرية في القارة الأفريقية، الأمر الذي يعود بالنفع على مصالح الدولة ويخدم مصالحها ويخدم زي ما قلت قوتها الناعمة وقوتها الخشنة. أكيد أستاذ خالد، والحقيقة احنا لا ننسى دور مصر المهم في كل المحافل الدولية، وأنها كيف تتحدث باسم أفريقيا، وإزاي حققت انتصار كبير في مؤتمر تغير المناخ بإنشاء صندوق الكسائر والأضرار كمان، فهي الحقيقة على كل الأصعدة زي ما حضرتك أشرت أستاذ خالد. خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر بقى ليه علاقة باجتماع مجلس الوزراء بالأمس، والحقيقة أن كان فيه قرارات كتيرة مهمة، واحدة منها قرارات ليه علاقة بالبورصة المصرية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات في البورصة سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة المقبل، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة سيتجاوز 20 شركة، وأي شركات تطرح لأول مرة، وأوضح أن هناك مواصفات محددة للطرح في البورصة وطبقا لظروف كل شركة وطبيعة كل شركة، وبعدها سيتم الطرح. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج السلع والبضائع من الموانئ. كما أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أضفنا أنشطة استثمارية جديدة إلى نظام الرخصة الذهبية. الحقيقة أن كان في عدد من النقاط المهمة لخصها هذا الخبر، بالإضافة لي كمان حديث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن دعم قطاع التطوير العقاري، وأن رئاسة مجلس الوزراء كانت استمعت للعديد من الحقيقة المطورين العقاريين، وكان عندهم مشاكل، وكان أصدروا 4 قرارات يمكن من أبرزها أن
عايزين يبقى نسبه الانتهاء من المشروعات كانت بتبقى لازم نسبه 90%، لا قللوها نسبه 85%، وكمان المده الزمنيه للانتهاء من المشروعات، لان طبعا مواد البناء كان فيها مشكله الفتره السابقه بسبب طبعا التداعيات وتحديات الازمه الاقتصاديه العالميه جراء العمليه الروسيه في اوكرانيا. ايضا بنتحدث هنا عن الرخصه الذهبيه، والرخصه الذهبيه الحقيقه يعني استاذ خالد الكثير ما يعول عليها في انجاز وسرعه وحوكمه ومرونه المشروعات وجذب العديد من الاستثمارات. بنتحدث عن يعني الشركات الطرح الاولي لاول مره بيتم طرحها، وكنا بنتحدث عن عدد شركات قليل، لكن رئيس مجلس الوزراء تحدث ان لا في 20 شركه، ويمكن الموضوع ده تم طرحه من 2018، لكن يعني الحكومه يعني كانت بتنظر فيه بشكل من يعني التاني كده نوعا ما، لانها طبعا اصول دوله فلازم يتم استغلالها الاستغلال الامثل. يعني خلينا كده سريعا استاذ خالد نعلق على هذا الخبر، ويعني اهم النقاط اللي حضرتك توقفت عندها وتاثيرها على جذب المزيد من الاستثمارات. بص، انا من خلال قرايتي لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اللي انعقد، انا في تقديري نحن امام خارطه طريق جديده للاقتصاد المصري خلال المرحله المقبله. نحن امام خارطه طريق بتصنعها الدولة المصرية من أجل مواجهة التحديات الراهنة ومواجهة الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة المصرية نتيجة الظروف العالمية الموجودة. هذه خارطة الطريق الحقيقة بتحدد لنا معالم وتوجهات الحكومة المصرية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والظروف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. واضح طبعا في توجهات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أنها سوف تفتح مزيد من المجال لمشاركة القطاع الخاص في بناء عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة. ولما نشوف رئيس الوزراء بيعلن عن 20 شركة سيتم طرحها في البورصة وهي من الشركات المملوكة للدولة، وسيتاح فيها المشاركة للمستثمرين عدة أو مواطنين أو حتى مستثمر استراتيجي واحد إيجابي. أو حتى مستثمر استراتيجي واحد، وليس هناك مانع أن يكون هذا المستثمر مستثمر أجنبي. فده كله بيؤكد أن هناك توجه لخلق مساحات أوسع للاستثمار إن شاء الله. ويمكن رئيس الوزراء رد على أن هناك بعض التخوفات الموجودة نتيجة أن يكون هناك مستثمر أجنبي في هذا الأمر، رد أن هذا الأمر سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وأن هذه المستثمر الأجنبي كل استثماراته بنسبة 80% لن تخرج خارج الدولة المصرية، لأن هناك استثمارات أي مستثمر راغب في الاستثمار ورغب في تحقيق مكاسب هيلاقي البيئة المناسبة لي. يعني الحقيقة طبعا الحديث في هذا الأمر بيطول الأستاذ خالد، لكن الحقيقة للأسف الشديد وقت يعني فقرتنا انتهى. يعني كان نفسي أتكلم عن حاجات كتيرة، لكن أنا بشكرك على هذا الموضوع إن شاء الله. يعني أكيد يعني مجال الاستثمار في مصر، لكن في النهاية احنا أمام مناخ آمن وجاذب للاستثمار بكل تأكيد، كثير من الاستفادات بكل تأكيد، ورب دايما يوفق بلدنا لكل القرارات السديدة السليمة اللي بيكون بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابه اخبار اليوم، شكرا جزيلا يا فندم نورتنا. شكرا يا فندم، شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده، لكن دلوقتي هسيب حضراتكم مع حكايه جديده من حكايات النجوم اللي اثروا فينا وتركوا بصمه كبيره جدا، والفنانه الراحله الجميله شاديه. اهلا بيكم. أول مرة رحت أصور الفنانة شادية كان عندها حفلة، وكنت رايح أصورها لأحد المجلات المصرية الجميلة، وكانت مستعجلة جدا. خرجت بعد ما عملت المكياج والشعر، أنا طبعا كنت سائل الحفلة بتاعتها الساعة كام، وعرفت إن باقي ساعة ونص على الحفلة، والحفلة مكانها كمان قريب جدا من بيتها. فخرجت، أنا آسفة أنا مستعجلة أنا مش قادرة أنا مش هينفع نصور النهاردة. قلت لها معلوماتي ان حضرتك عندك حفلة بعد ساعة ونص من دلوقتي في المكان الفلاني اللي هو يبعد عننا 9 دقايق بالظبط. قالت لي اه الوقت مش هيكفي. قلت لها تقدري تديني وقت قد ايه وتنسي ان في حفلة؟ قالت لي ربع ساعة. قلت لها طب لو قلت لك ان انا عايز بس 5 دقايق، قالت لي هتعمل فيهم ايه ال5 دقايق دول؟ قلت لها ان شاء الله بس يعني قولي لي اه. قالت لي خلاص شفيق حد مساعد معاها يعني امسك الساعة. فقلت لها طيب بس هتنسي خالص ان عندك حفلة لمدة 5 دقايق؟ قالت لي اوكي. امسكي الفرير. جابت الفرير حطيته على اكتافها وكده، واخترت انا مكان، رحت موقفها في المكان وابتديت اصورها، وابتدت تتحرك. بعد 19 صورة بالظبط، انا عادت 19 صورة،
ستوب، قلت لها متشكر جدا انا خلصت. راحت باصه لشفيق قال لها ما كملناش 3 دقايق. قالت لي بص انا مش واثقه ان الصور هتطلع كويسه، بس اوعدني لو الصورة عجبتك تنشرهم، لو ما عجبتكش تليفون معاك اهو هتتصل بيا هديلك بكره الوقت اللي انت عايزه، هعمل لك مكياج مخصوص وشعر مخصوص. قلت لها اوكي. رحت الصور عجبتني نشرتهم، يعني اديتهم للمجله والمجله نشرتهم. اتنشرت المجله يوم السبت، يوم الاحد الصبح لقيت جاي لي استدعى من رئيس مجلس الاداره، فطبعا اتخضيت ورحت جري، بس كان في شغل دايما يعني بيكلفني هو بشغل على طول. فدخلت لقيت عنده الفنانه شاديه وبتطلب منه ان انا بس اللي اصورها، طبعا بتشكرني وبتثني على الصور انها عجبتها جدا وانها حاجه هايله، وبدام التصوير سهل كده وسريع كده ليه كانوا الناس بيعذبوني قبل كده. وقالت لي لا انا بطلب من السيد رئيس مجلس الاداره كان الاستاذ صبري ابو المجد الله يرحمه، وبطلب منه انك انت بس اللي تصورني لو الطلب ان انا اصور، وان انت بس اللي تصورني حتى لو اي مطبوعه تانية طلب تصويري. وفعلا الراجل وافق وبقيت انا اللي بصور الفنانه شاديه لحد اخر وقت في الدنيا. اول ما اعتزلت انقطعت علاقتنا تماما، كانت دايما تتصل بيا تديني تليفونها الجديد، لان كان من مواصفات الفنانه شاديه انها بعد ما تدي التليفون لحد وتخلص الماموريه تغير الرقم، وتبقى يبقى التليفون بتاعها مع 15 20 واحد بس اللي هم عايزاهم يوصلوا لها لما يحتاجوها. لما حد بقى تاني يوصل لها تديهم التليفون الجديد وتتصل تاني تغير الرقم. كانت فنانة الصراحة رائعة، أنا محظوظ إن أنا قابلت. مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم من جديد، والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار. يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في أعمال الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا التي تستضيفها السنغال اليوم وغدا. وكان رئيس الوزراء قد وصل مساء أمس إلى العاصمة السنغالية دكار على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة دكار. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة. يستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم ستيفانا كراكسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي. ومن المقرر أن تلتقي كراكسي خلال زيارتها لمصر مع عدد من البرلمانيين المصريين في مقر مجلس النواب، بالإضافة إلى محادثات ستجرى مع رئيس مجلس الشيوخ وكل من رؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ. وأشارت إلى أن الزيارة تختتم بزيارة مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا. يفتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم معرض أم العروسة الذي يقام بأرض المعارض، وذلك بمشاركة مصانع الإنتاج الحربي، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المنتجات بأسعار تنافسية وتشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 163 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأي أمراض معدية. ورياضيا، تجرى اليوم قرعة مباراة مصر وباراغواي في المباراة الفاصلة لتحديد البقاء بالمجموعة الثانية العالمية في كأس ديفيز للتنس. ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدا وتستمر على مدار يومين بملعب سنتر كورت بنادي الجزيرة.
وأخيرا عالميا، يلتقي في تمام الساعة 10 مساء اليوم فريق ريال مدريد مع منافسه فريق فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 17 من الدوري الأسباني. نهاية الموجز، بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. وكل يوم الصبح الحقيقة ناس كتير كده متعودة انها اول ما تصحى كده تبقى عايزة تشوف يا ترى ايه الجديد في اسعار العملات والذهب، في استقرار، في زيادة، في انخفاض. عموما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، والبداية دايما بتكون من اسعار العملات وسعر الدولار الامريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 30 جنيه و13 قرش، اما البيع 30 جنيه 23 قرش. اليورو بيسجل النهاردة للشراء 32 جنيه 82 قرش، اما البيع 32 جنيه 93 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل ليه الشراء 37 جنيه و12 قرش، اما البيع 37 جنيه 26 قرش. الريال السعودي بيسجل ليه الشراء 8 جنيه و3 قروش، اما البيع 8 جنيه و5 قروش. الدينار الكويتي بيسجل ليه الشراء 98 جنيه 72 قرش، اما البيع 99 جنيه و7 قروش. واخيرا الدرهم الاماراتي بيسجل ليه الشراء 8 جنيه و20 قرش، اما البيع 8 جنيه 23 قرش. طيب نروح بقى لاسعار الذهب. واسعار الذهب الحقيقه يعني هي في ارتفاع عالمي بعد رفع الحقيقه الفايده في البنك الفيدرالي الامريكي. عموما خلينا نشوف النهارده في مصر تعاملات الذهب في بدايه صباح يوم الخميس، والبدايه من عيار 18 اللي بيسجل النهارده 1474 جنيه، اما عيار 21 فبيسجل 1720 جنيه، عيار 24 1965 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب 13760 جنيه. دي كانت اسعار العملات والذهب. دلوقتي بقى هنروح مع حضراتكم لفقرة مميزة لنجمة، الحقيقة أنها شابة وصاعدة ومميزة جدا، هي النجمة المصرية النمساوية أميرة السيد، وفقرتنا مع زميلتنا نهاد سمير. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقراتنا. معايا النهاردة الفنانة والكاتبة المصرية أميرة السيد. هي فنانة مصرية وقضت طفولتها في اسكندرية وتحديدا كده في الإبراهيمية، وبعد كده انتقلت مع عائلتها للنمسا، وظهرت في أول عمل ليها كان قدام الممثل العالمي توم هانكس. طيب تعالوا بينا كده نعرف رحلتها من مصر للنمسا ايه، وايه أكتر التحديات اللي قابلتها في مجال الفن، ونعرف منها كمان أكتر عن أعمالها الجاية والخطط اللي نفسها إن هي تحققها في 2023. وصباح الفل عليكي يا أميرة، منورانا النهارده. أشكر حضرتك على دعوتي، أنا مبسوطة جدا إني أول انترفيو أعمله في مصر مع حضرتك، بس ده برضه أول انترفيو أعمله بالعربي، فاعذريني لو كلمت بالراحه شويه. لا براحتك خالص، احنا مبسوطين اكتر ان انت معانا النهارده. اميره، عايزه في الاول كده اسالك عن الفيلم العالمي اللي انت اشتركتي فيه وعملتي فيه دور بنت عربيه في الفيلم مع الممثل العالمي الكبير توم هانكس، تمام؟ وازاي اصلا اختاروكي للدور ده؟ هولوجرام فور ذا كينج كان اول فيلم سينمائي صورته في حياتي، فأكيد كان مهم جدا ليا وفتح لي طريق، بس أنا دوري كان صغير فيه، أصلي كان أول فيلم ليا، فأدواري بقت أكبر من كده بشوية. أوكي، بس فكرة إن أنتي ده أول عمل تعمليه وأول سينما ليكي يكون مع ممثل كبير زي الممثل العالمي توم هانكس، كان إحساسك وشعورك إيه أول ما جالك الخبر بقى؟ أنا كنت في القاهرة لما جالي الخبر. أنا حفظت السيناريو من بين التاكسيات اللي كنا بنركبها أنا وبابا. أوكي. عشان نزل لمصر زيارة. وأنا جالي الخبر، وبابا كان عايز يزور كل المتاحف اللي في مصر. وبعدين جالي الخبر إن أخدت الدور، فمصر كان وشها حلو عليا. مصر كان وشها حلو عليك، يعني انت عرفتي ان انت خدتي الدور وانت كنتي في مصر تتنقلي يا حرام من تاكسي لتاكسي، وباباها عاوز يتفرج على المتاحف كلها. فهي بقى ايه، سمعت الخبر وكانت بتذاكر، وباباها بيعمل برضو اللي هو نفسه فيه، ما حرمتيش بابا من حاجه، ما تقدريش، صح؟ طب ايه اكتر بقى حضرتي للدور ازاي؟ حضرتي لدور البنت العربيه السعوديه وانت عارفه ان انت هتقفي قدام الفنان الكبير طبعا توم هانكس، فحضرتي له ازاي؟ خد منك وقت كبير عشان تحضري للدور؟ لا انا ما كانش عندي وقت خالص، يعني هم انا عملت اوديشن في برلين والمخرج ما سمعتش منهم اسبوع وبعدين سافرت مصر، وبعدين المخرج اتصل بيا وقال لي ان انا خدت دور اكبر من اللي انا عملت الاوديشن ليه، فما كانش عندي وقت خالص، يعني في التاكسيات كنت يعني صغير جدا 8 ساعات. أوه. وبعدين سافرت على رباط في المغرب من القاهرة للمغرب وقابلت توم هانكس على طول.
أوكي. من أول دقيقة. التعامل بقى مع توم هانكس كان عامل إزاي؟ هو طبعا ممثل عالمي وستار كبير، بس هو ما كانش بيكبر نفسه قدامنا. متواضع يعني بالمصري. راجل طيب، بيشجع الناس اللي حواليه، بيشجع التيم سبيريت، ودي اهم حاجه عندنا في الشغل، عشان في يمكن 200 واحد شغال في فيلم واحد، فانت لازم تشجع الناس اللي حواليك وتكون انسان طيب. انا من رايي ان حتى السواق اللي بيجي لنا الصبح عشان يودينا السات برضه مهم. يعني انا بحب الناس اللي بتشجع التيم سبيريت. هو كان بيشجعك وكان عارف ان ده اول عمل ليك. ايوه. اوكي. انت يا اميره اشتغلتي مسرح صح؟ انا البدايه في المسرحيه. في المسرح. المسرح اصعب ولا السينما؟ ما اقدرش اقول، عشان التمثيل في الفيلم غير التمثيل في المسرح. ساعات لما ممثلين بييجوا السيت اللي جايين او متعودين على الشغل في المسرح بيمثلوا بطريقه كبيره شويه علينا، فانا بحب الاثنين، بس انا قلبي مع السينما. مع السينما اكتر. اكتر عمل عملتيه وحسيتي انه العمل ده كان مهم قوي، انا مبسوطه اني عملته؟ انا بالنسبه لي كل فيلم كان مهم ليا، بس اكثر واحد عجبني فيه كان جيرماني 86، عشان صورناه في جنوب افريقيا، فتعلمت كتير عن البلد وتاريخ البلد وعن موضوع الابارتايد. فانا رحت وزرت السجن اللي الرئيس نيلسون مانديلا كان محبوس فيه 27 سنه، واكيد انا حسيت بالحزن وانا واقفه في السجن الصغير ده، بس انا برضو حسيت يعني اداني الامل الالهام اني واحد يكون محبوس 27 سنه عشان يحرر شعبه. حسيتي ان من خلال الفيلم ده كان في رساله مهمه للعالم. ان في رئيس دوله زي ده. ده كان شغل مهم جدا ليا. اتبسطتي لما قدمتي؟ استمتعتي بالفيلم؟ ايوه. اوكي. حبيته. انا قعدت هناك 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور في جنوب افريقيا. ذاكرتي؟ قعدتي تذاكري؟ طب دي حاجه حلوه قوي. طيب خليني اسالك بقى سؤال. لو انت اتعرض عليكي عمل في مصر واتعرض عليكي عمل في دوله اوروبيه، مش هنقول طبعا هوليوود، لو اتعرض عليكي في دوله اوروبيه او في مصر وفي نفس التوقيت، هتختاري تعملي في مصر ولا في الدوله الاوروبيه؟ احسن سيناريو يكسب يعني. بس جابتها لكم من الاخر. بس برضو يعني مش بره المعقول اني اصور فيلمين في نفس الوقت. يعني ده محتاج شويه مانجمنت، بس ده شغل الايجنتس. بس اتمنى ان اشتغل في مصر طبعا. ممكن تقدري تعملي بالانس وتعملي الدورين؟ ممكن. مش عايز نختار حاجه هي لا. يعني هتعمل. طب ولو الموضوع طبعا هيبقى في دوله اوروبيه ومصر، صعب انك تصوري حاجتين ولازم عليكي انك تختاري والاثنين سيناريو عاجبينك، هتعملي ايه؟ انا دلوقتي اخترت لنفسي اني هعيش في مصر، فلو حصل في مصر يبقى يعني انت اميره خدتي قرار ان انت تعيشي في مصر. ايوه. يعني عايزه بقى تمثلي في مصر وتعملي بقى؟ لا، انا شغلي لسه بره البلد، يعني لسه لازم اسافر عشان اعمل شغلي، بس انا طول عمري انا كنت عايشه في اسكندريه. ورحت الحضانه في الابراهيميه. دخلتي الحضانه وانت صغيره في الاسكندريه؟ في اسكندريه. وكنا عايشين في الابراهيميه. اوكي. واول لغه كنت بكلمها كان عربي، فلما مامتي كانت بتكلمني بالالماني كنت برد عليها بالعربي، ودلوقتي الموضوع اتغير. دلوقتي الالماني بقى احسن من العربي. انت سافرتي وانت صغيره قوي المانيا؟ لا، النمسا. وفي الاول بصراحه ما كنتش بحب النمسا قوي، علشان ما كنتش بكلم اللغه، انا تقريبا حسيت بالعنصريه ضد العرب اللي بتحصل في كل بلد طبعا، مش في اوروبا بس. بس ابوي كان مصري، وانا حسيت يعني الموضوع ده كان صعب عليا شويه. بس في الاخر اتعلمت اللغه وتمام. وكله تمام. بس مصر وحشتني جدا،
فقررتي بقى أميرة بعد الوحشة والغيبة الطويلة قوي دي الأميرة السيد ان انت ترجعي وتستقري بقى في مصر. ايوه وعايزة بقى تشتغلي وعايزة تعملي اعمال وعايزة الناس تعرفك اكيد. ممكن ممكن يعني ان شاء الله اكيد. انا يعني ايه العمل اللي أميرة السيد تحب انها تبتدي بيه اول عمل ليها في مصر بقى؟ يعني اول دور يعني لو سكريبت جميل يعني مظبوط انا اعمله، بس مش مهم هو جاي من اي دولة. أوكي. يعني انا بحب السيناريو يبقى كويس ومع تيم كويس. أوكي. يعني المهم القصة. لازم السكريبت يعجبك. أيوة. والسيناريو يعجبك عشان تقدري انك تعملي العمل. بتحبي تصدقي الاول الشخصية اللي هتعمليها عشان تعمليها. ايوه مظبوط مظبوط. ايوه مظبوط. طيب أميرة، طبعا انت عشتي في النمسا وعشتي في مصر، واكيد في اختلاف كبير بين المكانين. انت قلتي انك عشتي هناك كتير وفي الاول ما كنتيش مرتاحه لحد ما اتعودتي وانبسطتي وكملتي حياتك هناك، وجي عليكي وقت لا انت قررتي ترجعي تعيشي هنا. انت بقالك هنا شويه، حاسه باختلاف كبير بين النمسا انك هتقدري تعيشي بقى بعد ما عشتي سنين عمرك كلها في النمسا ترجعي تاني اسكندريه او ترجعي تاني القاهره؟ انا طول عمري يعني بتعامل مع اتنين كالتشرز، يعني انا متعوده على الموضوع ده شويه. مامتها نمساويه وباباها مصري، فطبيعي انك تكوني اتعاملتي مع الاثنين. بس ساعات كلامي بيكون قديم شويه. أوكي. عشان كنت بكلم عربي مع بابا بس. يعني انا محتاجه شويه لانجويج تريننج. ايوه بس هيجيلي تاني. هتعرفي هتعرفي. لا بس انتي شاطره جدا، يعني واضح ان بابا كان مهتم جدا ان هو يكلمك عربي عشان ترجعي بعد السنين دي كلها عارفه تكلمين عربي. هو طول عمري يعني هو ما كلمش كلمه بالالماني او انجليزي معايا بجد، بس بابا برضو ما بيكلمش كتير قوي اصلا يا بابا ما بتكلمش كتير قوي. طيب اميره، كنت برضو عايزه اعرف منك، انت قلتي لي الاعمال على حسب السكريبت، لو سكريبت عجبك انت هتعمليه، لو ما عجبكيش لا مش هتعمليه. بالنسبه لبقى موضوع ان انت تعملي افلام او تعملي اعلانات او تعملي عارفه تشتغلي از موديل، لو اتعرض عليكي هتوافقي؟ لا انا لا. مش ما بشتغلش في البيزنس الموديلنج. لا انت حابه خلاص انا بمثل، انا فنانه، انا عندي موهبه. ابتديتي من وانت عندك كام سنه حسيتي ان انت موهوبه وبتحبي التمثيل؟ هو حصل بالصدفة، عشان كان في مسرح في الجيمنازيوم يعني في الهاي سكول بتاعنا، وأنا كنت بحب القراية، أنا كنت بحب شيكسبير والجوتا ولما كنت بقرأ الكتب كنت يعني أول إنستينكت لما بتكوني صغيرة إنك عايزة تكوني في القصة. ده والاكسبيرينس في الهاي سكول ان دخلت المسرح. فناس شافوني وقالوا لي ان في مسرحيه للاطفال، وبعدين رحت الجامعه. كان عندي يمكن 13 سنه. أوه. او اصغر من كده. 11 سنه يعني. 11 سنه لما اختاروكي تمثلي في المسرح. ايوه اوكي. وبعدين فحصلت كده بالصدفه. بس ما كانش البلان بتاعي، بس عجبني. بحبه قوي. انا بحب الشغل ده. ده حلو. انا بحب الليتريتشر و بحب اشتغل مع تيم. بتحبي تيم ورك، بتحبي تشتغلي مع وبحب النيرفوزيتي، يعني ايه بالعربي يعني لما النيرفوزيتيت يعني لما بتكوني منرفزه. لا نيرفس يعني التوتر، او تشتغلي تحت ضغط مثلا. اوكي تشتغل تحت ضغط. الماني مع انجليزي مع عربي حاجه. معلش يعني. طيب. المره الجايه هتكلم احسن. لا انت بتتكلمي اوريدي حلو قوي، واحنا كمصريين بنحب العربي المكسر الحلو ده. طيب اميره، عايزه اعرف بقى باباكي كان بيهتم ان هو يفرجك بقى على الافلام العربي والمسلسلات العربي القديمه، وعارفه ممثلين بقى مصريين؟ انا اتفرجت على الافلام القديمه بس، يعني عبد الحليم حافظ واسماعيل ياسين بس اخر فيلم اتفرجت عليه يعني الاسبوع ده كان اسمه لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه ده حبيته قوي. اتفرجتي على لا مؤاخذه؟ اوكي ده عجبني. اوكي عجبتك الحكايه وعجبتك القصه؟ عجبتني. اشمعنى اخترتي فيلم ده يا اميره في الوقت ده تتفرجي عليه وانت في مصر؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ده حلو قوي. لا مؤاخذه. طب انت عارفه يعني ايه لا مؤاخذه؟
يعني ايه لا مؤاخذه؟ يعني مفيش ترجمه للا مؤاخذه لايك اكسكيوز مي لايك لا سوري لناس حاجه زي كده. شاطره لا مؤاخذه يعني. وعجبك الفيلم؟ اه عجبني. عجبك الفيلم؟ المخرج ممكن يتصل بيا. اتصل بيا بقى المخرج بتاع لا مؤاخذه واعرف راي اميره ايه. طيب ايه من الافلام العربي القديمه اللي علقت معاكي قوي؟ عارفه يعني ايه علقت معاكي؟ انا اتفرجت على افلام كتيره جدا بس مش هعرف الاسامي. حفرت جواكي يعني. ابوي كان بيديلي الريكوردينج على الفي اتش اس القديمه. اوكي. فمش هحافظ الاسامي بس حافظ. لما بشوفهم انا عارفاهم. بس اتفرجتي لعبد الحليم والاسماعيل ياسين والافلام دي اتفرجتي عليها؟ اه. وكنتي بتشوفيها وانتي صغيره عادي؟ اه لما كان وياسمين كان فيلم اسمه ياسمين. ياسمين دي بنت صغيره اللي بترقص وبتغني. فيروز. فيروز اه. اتفرجت على فيروز. انا كنت عايز ابقى زي فيروز أصلاً. زي ياسمين في الفيلم ده. الله. بصوا الحاجات اللي يعني دي حاجات مش عند اي حد خلي بالك يعني. حتى احنا طول عمرنا بنتفرج على الحاجات دي لا مش كتير بتاثر في حد وان هو يطلع يقول انا نفسي اطلع ابقى زي فيروز او انا عايزه اطلع ابقى فنانه زي فيروز. هي فيروز كانت فنانه شامله طبعا وكانت بترقص وبتغني وبتمثل. انت بقى بتعرفي تعملي ايه مع التمثيل؟ انا كنت صغيره لما قلت كده يعني دلوقتي مش عايزه اكون زي انا صغيره لما قلت كده. انت هتاخدي الكلام عليا ولا ايه؟ يعني انت ما بتغنيش؟ لا انا ما بغنيش لا لما باخد دوش بس تحت. أيوة. الشاور بس. طب دي مصريه يا جماعه. ده الموضوع ده عندنا احنا كمصري مفيش مصري او مصريه بيدخلوا ياخدوا شاور من غير ما يغنوا. معروفه دي. انت واخده الطقوس دي. عايزين نعرف بقى منك انت امتى هتقرري ان انت خلاص تستقري ولما تستقري هنا هتستقري في القاهره هتستقري في اسكندريه عشان خلي بتوع القاهره واسكندريه يتخانقوا مع بعض. دي صعبة. لا انا بحب اسكندرية قوي بس انا بحب القاهرة برضه يعني بين الاثنين. هتعيشي بين الاثنين يعني بس في وقت. اسكندرية مش بعيدة عن القاهرة يعني. ماشي. هو الطرق دلوقتي بقت جميلة عندنا تقدري تروحي صح في ساعتين وترجعي يعني مشوار كده صغير. بس انت مش هتكوني مستقرة في مكان. عايزة يبقى ليكي بيت في اسكندرية وبيت في القاهرة. ماشي. مزبوط. هتساعديني؟ هساعدك جدا. هساعدك جدا. طيب عايزه مثلا لو اميره هتوصف نفسها للجمهور المصري تحبي تقولي لهم ايه؟ الجمهور المصري انت مين؟ بتعملي ايه؟ كلمي عن نفسك يعني introduce yourself. introduce myself؟ yeah. انا اميره بس وانا بحب الناس واتمنى ان كل واحد يكون بخير والحرب في الكل الحروب تخلص. اقول ايه تاني؟ شكرا جزيلا. يعني تقولي للناس مثلا ايه اكتر حاجه اميره بتحبها؟ اكتر إيه حاجه بحبها؟ السينما، القرايه، والدوشه في مصر. والدوشه في مصر. انا تقريبا الوحيدة اللي بتحب الدوشة في مصر. في ناس كتير بتقول لا انا ما بحبش القاهرة عشان الدوشة فيها دوشة بس انا بحبها قوي. انت بتحبي الدوشة دي لو مبسوطة الله في دوشة يعني في حاجات في حركة في النمسا ما فيش الدوشة دي. الدنيا هادية يعني مملة شوية. مصر فيها حياة وفيها حياة وكبيرة وفي ناس كتير عايشين هنا يعني الواحد ممكن يتعلم كتير. طب في حد من الممثلين الفنانين المصريين الموجودين على الساحة الفنية دلوقتي عارفة أسميهم؟ أنا عارفة المصريين اللي عايشين برا بس مش المصريين اللي عايشين هنا. هشوفهم وأعرف يعني شكلهم بس مش أسميهم. مش عارفة أسميهم بس هتعلم بقى أسميهم. طيب خليني برضو أسألك عن احنا قلنا انت لو وصفتي نفسك للناس هتقول لهم انا اميره وبحب التمثيل وبحب القرايه وبحب. عملتي بقى بموضوع بخصوص موضوع القرايه ده انت كتبتي كتاب. وقلتي ان التمثيل والكتابه هما وجهان لعمله واحده يعني حاجه واحده. ايوه صح. فكلمينا عن الكتاب اللي اميره كتبته. انا كتبت كتاب عن نينا. يعني تيتا بتاعتها ام بابا. علشان هي كانت بلوية وكانت عايشة في الصحراء قبل ما الإنجليز عملوا حاجة اسمها desert cleansing. فهم شالوا المصريين من الصحراء. فهي اختارت بقى انها مش اختارت بس العيلة بعتتها لواحد عمها في اسكندرية. أوكي. فالعيلة
جت اسكندريه بالطريقه دي. اه يعني رحتوا عشتوا في اسكندريه وباباكي اتولد في اسكندريه بالطريقه لما هو اتولد في الاباري. جدتك راحت في الايه؟ في الاباري. في الاباني. الله. يعني تحيه كبيره طبعا لكل الاسكندرانيه الحلوين قوي زي اميره كده. دول احلى بكتير. طيب اميره احلى مني بكتير. الكتاب بقى كنت بتحكي فيه عن قصه جدتك. وترجم بقى اللغات كتير ولا كتبتيه بالالماني؟ انا كتبته بالالماني وهو نزل بالالماني بس. نزل بس بالألماني. يعني في كذا دوله بتكلم الماني. سويسرا والمانيا ولوكسمبورغ والنمسا. ففي الدول دي الببليكيشن اتعملت في البلاد دي وباعوا بقى في البلاد دي. تمام. طيب بالنسبة لبرضو حاجة تانية بخصوص الكتابة، هل انت ممكن تكتبي كتاب تاني او تكتبي مثلا فيلم، تكتبي مسلسل، حابة تعملي ده؟ انا احب اكتب سيناريو. سيناريو. بس انا من سنتين بكتب فيه ولسه مش مظبوط. لسه بكتب. انت بتاخدي يعني your time وانت بتكتبي؟ باخد وقتي. بتاخدي وقتك. ايه بترجملي دلوقتي يا جماعة؟ مش ممكن. بتاخدي وقتك وانت بتكتبي الحاجة، متعمليش الحاجة الا ما تكوني مقتنعة بيها قوي. مزبوط؟ لازم يبقى مظبوط. طب عاوزين نعرف ايه السيناريو بقاله سنتين في ايدك ده؟ لا مش حاضر اتكلم عنه. لا ما ينفعش. مش قبل الببليكيشن، بس انا هجيلك تاني وهنعمل انترفيو عنه. اكيد اكيد اكيد. واكيد هتعملي هنا اعمال حلوه جدا وتكسر الدنيا، واكيد المخرجين هيشوفوكي والمنتجين هيشوفوكي هنا ويبقوا حابين ان هم يتعاملوا معاكي، لان انت يعني فوتوجونيك زي ما بيقولوا. وانت كمان حلوه جدا. شكرا جزيلا. وانت اكيد يعني وصلتي، هل فكره بقى انك وصلتي للعالميه قبل ما، يعني دايما الفنانين هنا بيكونوا بيمثلوا في السينما المصريه وبعد كده بتبقى امنياتهم طبعا ان هم يوصلوا للعالميه، انت وصلتي للعالميه قبل ما تيجي هنا وتشتغلي هنا، ده ممكن تحسي انه هيكون صعب عليك انك تعملي افلام مصريه مثلا؟ مش ده مش في ايدي، ما اعرفش احساسك. يعني حاسه انه لا ده هيساعدك ولا هيكون ضدك؟ لا اكيد هيساعد. يعني انا جالي اوفرز من مصر قبل كده بس ما كانش في وقت اعملهم، ف يعني السيناريو لازم يبقى كويس. ولو كلمت الناس وعندي وقت يبقى اتمنى ان اشتغل هنا. طيب اميره برضو حابه اعرف منك، انت شايفه انه ده ممكن يساعدك ان انت وصلتي العالميه بسرعه، انك انت توصلي برضو هنا الجماهيريه كبيره في مصر؟ انا منفتحه لكل عمل حلو. سينمائي حلو قصته حلو في مصر. أوكي. يعني اتمنى ان اشتغل هنا برضه. بس لغايه دلوقتي ما كانش فيه يعني ما كانش فيه سيناريو اللي عجبني، ما كانش فيه فرصه اني اشتغل هنا. كان في فيلم تاني يعني، في حاجات حصلت بس ما كانش الوقت المظبوط. ما كانش مساعدك مثلا الوقت، او انت عشان انت مش باست هنا، مش قاعده هنا في مصر، فالموضوع ما كانش مساعدك؟ لا مش عن موضوع البيس، عشان انا دايما بتصور في بلاد تانية. فحتى لو عشت في فيينا بنصور في جنوب افريقيا او في انجلترا، يعني مش مهم البيس فين. لكن عادي ممكن تتنقلي وتعملي لو السيناريو حلو، حاجه حلوه اتعرضت عليكي. دي اجمل حاجه في الفيلم. ممكن انت عايش في اي مكان. انت بتحبي كده، انت من جواكي بتحبي التمثيل، بتحبي تعملي القصه، انت مش مهم عندك لا انا ده هعمله في النمسا مثلا، او الفيلم ده انا هعمله. صورتي الفيلم مع توم هانكس فين؟ في المغرب وفي برلين في المانيا. في المانيا. رحتي المغرب ورحتي المانيا؟ ايوه. وهم صوروا تقريبا صوروا حاجه في مصر برضه. بس انا ما رحتش معاهم. اوكي. كان نفسي يا جماعه. طيب هوميجرام فور ذا كينج ده نعتبر ان هو اهم افلام اميره السيد لحد دلوقتي؟ لا ما اعتقدش، بس كان اول فيلم وفتح لي طريق. طبعا تعرفتي من خلاله الناس عرفت أميرة السيد؟ يعني في النمسا اتعرفوا عليا من المسرحية. بس يعني في العالم أكيد من الفيلم. أكيد ده أكيد الفيلم طبعا العظيم ده. طب انت شايفة ان الفيلم ده وصل مصر بالشكل المطلوب؟ ناس كتير شافته في مصر ولا مش عارفة؟ مش عارفة. لا
ما اعتقدش. ليه؟ ده حلو جدا. طب هل فكره بقى انك انت اول دور تمثليه وطالعه بنت عربيه ولابسه حجاب تمام، كان صعب عليك الموضوع ولا لا؟ كان لا، فانا من رايي ان كل واحده تعمل اللي هي عايزاه، وانا ليا اصحاب لابسين حجاب وصحاب ما بيلبسوش حجاب، ده يعني الشايس. والحجاب كان حلو برضه. انت كنتي قمر في الحجاب قوي، وكانوا عاملين لك ميك اب باين عليكي وشك وملامحك عربيه قوي، وعملتي الدور حلو جدا واتكلمتي فيه عربي حلو. شكرا جدا. شكرا ليكي. وبجد احنا طبعا بنحييكي على الدور ده، ومبسوطين ان احنا معانا ممثله من اصول مصريه توصل للعالميه وتبقى ليها افلام بره، وان شاء الله تيجي تنوري مصر وتعملي اعمال تكسر الدنيا، ونعمل معاكي انترفيو تاني في صدى البلد ان شاء الله، وتكوني بقى العمل الجاي ان شاء الله يكون مصري 100%. أمير احنا مش يعني بصي مش هنتنازل. هوعدك. ايوه هوعدك هوعدك. قولي لي تاني هوعدك قدام الكاميرا بتاعتك اهو. اوعدك. طب عملنا ديل. اميره عاوزه العب معاكي لعبه بقى، كل ضيف معايا وكل فنان معايا لازم بنلعبوا لعبه في اخر الفقره كده الفنيه بتاعتي. انا خايفه. لا خالص. عاوزين نعرف بقى اميره والاكسبريشن العربي او المصطلحات العربي المصرية قوي يعني. عند أميرة أخبارها إيه؟ لعبك اللعبة، تيجي نبتدي؟ هقول لك المصطلح بالعربي وأنتِ تقولي لي فاهماه ولا لأ؟ وعارفاه ولا لأ؟ أقول لك بالإنجليزي، الترجمة بالإنجليزي، ماشي. لا مش يعني قولي لي فاهماه ولا لأ، حطولي في جملة. تعرفي تحطيه في جملة؟ نشوف. نشوف. طيب. فكك مني. يعني سيبك مني. يعني leave me alone. leave me alone. ماشي. ده جامد قوي. That's awesome. Yes. حلو قوي يعني. حلو قوي. That's awesome. النظام. ايه الحكاية؟ اي والله شاطرة كده. النظام واتساب. طيب انا عايز اعرف الزيتونة. انت سمعتها قبل كده بس مش فاكرة. الزيتونة قولي لي الزيتونة. الزيتونة. لا يعني قولي لي حاجة من الاول من البداية. قول لي زيتونة. لا مش فاكرة. طب قشطة. يعني مية مية. يعني طيب. مفيش كلمة يعني في كلمة زي قشطة بالانجليزي؟ ما اعتقدش. قشطة يعني عاصم برضه. لا قشطة مش عاصم يعني عاصم دي يعني مية مية. جامد يعني. لكن قشطه دي يعني قشطه. تمام ديل. تمام ديل. ديل قشطه. شفتي بنحاول. كله فل. كله فل يعني كله تمام. كله تمام. والله العظيم انت مصريه جدا يا جماعه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. اميره السيد يعني كده احنا خلاص اديناها. طبعا هي معاها الجنسيه فاحنا خلاص كده سلمنا ان اميره السيد، ولا كانك عشت يوم بره مصر بعد كل المصطلحات المصريه اللي احنا بنستخدمها كل يوم في كلامنا. انت طلعتي عارفاها كلها. اخيرا احلى الاكل المصري اللي اميره السيد بتحبه. الملوخيه. ملوخيه بالارانب. ملوخيه بالارانب. يا سيدي محشي. ايه اخباره؟ تعرفي تعملي اكل مصري؟ لا مش قوي بصراحه. مش قوي. بس عايزه اتعلم. تتعلمي تبعي. اول حاجه تتعلميها تلفي المحشي ورق العنب. انا خالتي عايزه تعلمني. والله هي مستناني في اسكندريه. واو. لا لازم تروحي لخالته بقى وتجيب لك ورق العنب وتورينا بقى وتصوري وتبعتي لنا بليز. اديلي سنه. سنه عشان اتعلم الورق العنب. لا ان شاء الله تيجي بقى المره الجايه ونكون جايبين لها يا جماعه لو سمحتوا ايه شويه ملوخيه كده بالارانب، عشان اميره بتحب الملوخيه بالارانب. وناكل مع بعض. وناكل مع بعض. يبقى عيش وملح. يعني ايه يبقى عيش وملح؟ عيش ومالي. يبقى بينا عيش ومالي. مش عارفه ترجمه بس فاهمه انت بتقولي. فاهمه صح. بس هي فاهمه مش مهم. يبقى بينا عيش ومالي. مبسوطه جدا اميره. عاوزه اخيرا تقولي ايه لكل الجمهور اللي بيشوفك دلوقتي. انا مبسوطه جدا ان انا في مصر و thank you للانترودكشن. طيب اميره امنيه اميره ل 2023 انا عارفه ان ده دراماتيك شويه بس ان الحرب في اوروبا يخلص وان كل واحد يعيش بخير ودي اهم حاجه يعني. النيدز بتاعنا بقت بيسك شويه بس هو ده اللي انا بتمناه. وليكي انت شخصيا
تتمني وليا انا نجمه كبيره بقى اتمني بقى اللي انت عاوزاه انا نجمه كبيره في مصر انا مبسوطه ان انا في مصر يعني مش محتاجه اكتر من كده احنا مبسوطين اكتر وبنتمنى لك سنه جميله سعيده تشوفي فيها كل حاجه حلوه في حياتك كل الاحلام اللي نفسك فيها وانا مبسوطه جدا ان انت كنتي معانا النهارده ونورتيني في صباح البلد اميره السيد الفنانه النمساويه المصريه اللي منورانا في صباح البلد شكرا اميره شكرا يلا نقول باي مع السلامه باي يلا فاصل نرجع نكمل صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. النهاردة فقرتنا فقرة مهمة جدا وفقرة مختلفة وبنتكلم عن صرح كبير جدا جدا نقدر كلنا نفتخر به كمصريين. صرح رفع اسم الصناعة المصرية إلى العالمية. هي شركة الكابلات الكهربائية المصرية اللي تم تأسيسها عام 1954 وكمان الشركة تعد أحد أكبر شركات إنتاج الكابلات المتنوعة في مصر اللي بتنتج جميع أنواع الكابلات اللي بتتوافق طبعا مواصفاتها مع المواصفات المحلية والعالمية كمان أيضا تم تكريم الشركة في فعاليات احتفالية ليدرز 2020 بحضور وزراء ونخبة من قيادات المؤسسات والهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال لتكريم الأكثر ابتكارا وإبداعا في المجال الاقتصادي وكمان بتمتلك مصنع الكابلات الكهربائية المصرية مصنع الجيزة باور للصناعة وهي أحد أكبر المصانع الحديثة في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية وأيضا زادت صادرات الشركة بشكل ملحوظ خلال سنة 2020 وتم فتح أسواق جديدة مقارنة بصادراتها عام 2021 مما أتاح طبعا لها التواجد في الأسواق الكينية والمغربية والبريطانية وذلك طبعا بيخلينا كلنا فخورين جدا جدا إن هي قدرت إن هي تحصل على علامة بكل فخر صنع في مصر طبعا ده نظرا لوجود نسب مكون محلي مرتفعة في منتجات الشركة يعني تقرير مهم جدا جدا يعني كلنا فخورين بيه هنطلع نشوف التقرير ده حالا وطبعا مع نهاية التقرير هتكون نهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا يا رب أشوفكم على خير في يوم جديد رعاية الله إليكم التقرير الحمد لله احنا ربنا كرمنا وتم اختيارنا من افضل الشركات الحمد لله في مستوانا او في قطاعات اللي احنا بنمثلها ده الحمد لله جاي طبعا بفضل وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى الاول ثم التيم ورك اللي احنا عملناه احنا ما اشتغلناش لوحدنا يعني انا بكرم بالنيابه عن الشركه عشان انا مسؤول عن الشركه بس هو الحقيقه انا جزء صغير جدا من منظومه كبيره جدا خليني اقولها لك كده النجاح ده جه ان في فريق عمل كبير جدا 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 شغال من تحت خالص بيحاول يطور في الشركه وخايف على شركه وخايف على اهدافه وخايف على وعايز يطور صناعته وعايز ينتج منتج محترم يقدر يتباهى بيه قدام الناس وعايز يشارك في منظومه وطنيه كبيره جدا وعايز يطور نفسه معيشيا حتى هو شخصيا عايز يحس ان هو له قيمه مضافه في المنظومه اللي بيشتغل فيها ما جاش من فراغ ده الجزء اللي تحت الجزء اللي فوق الاداره العليا بتدعم برضو ما فيش حد بيشتغل لوحده زي ما حضرتك عارف لو انا حتى الناس اللي بتساعدني بتشتغل معايا الادوات المساعده اللي معايا اللي في الشركه بتساعدنا جامد جدا لازم يكون في دعم من الاداره العليا برضو اللي بتدعم هذا النجاح وبتدي دعم قوي جدا وبتؤيد النجاح ده وتدي الدعم برضو خلي بالك برضو مش اي حد يقدر يدي الدعم ده بسهوله احنا في ظروف صعبه جدا الدعم ده تديه لما واحد بيكون عنده ثقه في اللي بيدير وشايف المنظومه دي بتكبر
وشايف اتجاهات الدوله رايحه فين واحنا متمشين مع اتجاهات الدوله ولا لا. احنا الحمد لله بقينا مجموعه نقدر نقول كلمه مجموعه النهارده، مجموعه شركات الكابلات الكهربائيه المصريه مكونه من كذا شركه وكذا مصنع. نجحنا الفتره اللي فاتت الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نطور شويه. كان في خط انتاج ما كانش شغال في شركه الكابلات نفسها، مصنع كابلات الحمد لله شغلناه وبيأدي الكفاءه متميزه جدا الحمد لله، انه صناعته اصلا محترمه جدا ومحترم حاجه محترمه جدا. كان محتاج شويه اهتمام وصيانه بشكل اخر، الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا هذه عملنا هذا التطور في الخط ده فاشتغل بكفاءه كويسه. واضفنا للمصنع الثاني الحقيقه عند اللي هي شركه الجيزه باور للصناعه، اضفنا لها خط انتاج جديد برده السنه اللي فاتت، فده تطور جدا واسهم باسهام كبير جدا، كان له دور كبير جدا في زياده الطاقه الانتاجيه عندنا. طبعا التكريم دي حاجه اولا طبعا شيء شرف كبير جدا ان احنا يتم اختيارنا كده من ناس مؤثره، حتى الناس اللي حاضرين معايا النهارده من الشركه دول يمثلوا يعني نسبه صغيره جدا من الناس الموجوده المؤثره اللي تم تطوير الشركه على ايديها برضه. حقيقه يعني كلهم اسهموا، كل واحد بقدره اسهم، بس هو طبعا بيمثل عبء جامد نفسي، الواحد يبقى محتاج يتطور اكتر، والسنه الجايه يسمع الكلام ده برضه يبقى حاجه ظريفه لو عرفنا نعمله، فربنا يسهل لنا ونعرف نعمله. اهدي التكريم ده لمين؟ ناس كتير جدا. اهديه لاول حد، الناس اللي بدات في الشركه من بدايه اول عامل لاكبر حد في الشركه، في مجموعة الشركات احنا 1500 واحد عددنا ما شاء الله 1500 واحد تقريبا. فاهديه لكل الناس اللي بتشتغل اللي ساهمت في المنظومه دي. اهديه طبعا للاداره العليا عندي لانها برضو بتدعم وبتساهم جدا في الموضوع ده. اهديه طبعا للقياده السياسيه لان هو لولا مشاريع كبيره جدا الفتره اللي فاتت تم طرحها مهمه جدا في البنيه الاساسيه والتحتيه ما كناش احنا عرفنا نخطط لشغلنا ونعرف نجيب خطوط انتاج ونشتغل. صحيح. فهي منظومه متكامله زي ما قلت لحضرتك، منظومه داخليه وخارجيه. طموحات ان احنا نبتدي نعمل بقى تركيز شويه، احنا وصلنا لمرحله معقوله او مقبوله جدا في صناعه الكابلات، احنا محتاجين الفتره الجايه ندخل بقى في صناعات اخرى. الحمد لله عملنا العدادات فبقى عندنا حاجه تكميليه، عايزين ندخل بقى في الصناعات التكميليه للكابلات ان شاء الله. دي الخطه المستقبليه اللي قدامنا ان شاء الله الفتره الجايه. أنا شايف إن الكابلات، مجموعة الكابلات في الفترة اللي فاتت كان فيها نمو بطريقة ملحوظة جدا في السوق المصري، وابتدت في الفترة الأخيرة كمان في السوق العالمي. أوكي. وشايف إن نتيجة للتطور ده كون إن ده يتشاف بالنظرة دي ويتم ده تكريم، ده بيدي انطباع للشركة والإدارة الشركة ان هي تجون وتموف اكتر. الحقيقة الدور بينقسم لكذا جزئية، من اول ازاي الادارة بتحلل وضع الشركة اول ما ابتدينا، وعشان نقف على نقاط الضعف بتاعتنا في الصناعة دي ايه، وازاي نقدر نحسنها، ويجي بعد كده دور إدارة التكاليف جوه إزاي إن هي بتعمل على إيه الأماكن اللي يمكن فيها تقليص التكلفة بتاعتها علشان أوصل لأحسن سعر أقدر أقدمه. صحيح. للمستهلك وأقدر أنافس بيه السوق. لإدارة التمويل اللي بعد كده إزاي أقدر إن أنا أوصل تسهيلات من بنوك مختلفة. إحنا شغالين تقريباً مع حوالي 18 بنك على المجموعة كلها، ازاي اقدر اوصل للتسهيلات اللي تحتاجها هذه المجموعة علشان تنمو بحجم الانتاج بتاعها وتقدر تغطي السوق المحلي بالكم دون. مع المرحلة الاخرانية كمان الدخول في القرارات الاستراتيجية، ازاي نقدر ان احنا ندي دراسات الجدوى للتوسعات الجديدة، زي ما احنا الفترة اللي فاتت احنا دخلنا مصنع العدادات والخط الجديد في الجيزة باور والخط اعادة تأهيل الخط بتاع الكابلات والارض بتاعت مصنع السادات. ده كله بيبقى الدراسة بتاعته، وبعد كده توفير التمويل اللازم
لتنفيذ هذه الدراسة وتحقيقها على أرض الواقع والوصول إلى أحسن ربحية بهذه الإمكانيات. أحلامي إن احنا ننجح إن شاء الله في غزو السوق الأوروبي والأفريقي، وإن نسبة المبيعات لقطاع التصدير عندنا تنمو أكبر، لأن ده بقى جزء مهم جدا لاقتصاد البلد بصورة عامة في الفترة دي، وشايف لازم كل الشركات تبقى مركزة فيها، وإحنا أوريدي أخذنا خطوات إيجابية جامدة الفترة اللي فاتت. بالنسبه للشركه ان هي تتكرم في مجال في مكان زي دوت، ده انا شرف ليا ان انا ابقى حاضر العصر دوت، وبالتاكيد ده هيحط ثقل علينا الفتره اللي جايه ان احنا هنبقى عايزين نتطور اكتر، عايزين نظهر اكتر، عايزين نقول ان احنا ناكد ان احنا استحققنا لهذا الدرجه. الحمد لله، هو طبعا الدور لكل قطاعات الشركه بصراحه، يعني بالاداره العليا، لان كل الادارات اشتغلت مع بعض الفتره اللي فاتت بشكل تحقق هدف واحد، وده يمكن من اول حاجه كانت بثتها فينا الاداره العليا، ان احنا كلنا بنتجه، كل الادارات بتتجه ناحيه هدف واحد بس. يمكن الميزه في الاداره التجاريه بشقايها المبيعات والتسويق ان هي المسؤوله عن ايرادات الشركه وتطوير الشركه، وان هي بتدي الفيدباك للاداره العليا عن السوق عامل ازاي والمنتجات الجديده اللي المفروض الشركه تقتحمها او ان هي تعملها. فالاداره عندنا ليها دور كبير جدا في اللي حصل والتكريم اللي حصل دوت. الحمد لله كان نفسي النهارده يبقى اداره المبيعات والتسويق كلها معايا بتتكرم في الحفل دوت، بس طبعا نظرا للعدد فانا بمثلهم، ومن هنا يعني ببعت لهم تهنئه وابعت لهم شكر على تعاونهم معانا الفتره اللي فاتت ديت، وكانوا فعلا قد المسؤوليه الفتره اللي فاتت. احنا طبعا عشان نتطور الاول فاحنا بنبدا من القاع. احنا محتاجين مصنع في ظهرنا، محتاجين كباستي في ظهرنا، محتاجين منتجات تبقى منافسه واسعار منافسه. فاحنا بدانا بتطوير المكن بتاعنا والكباستي بتاعه المصانع، ضعفناها تقريبا بشراء مصنع بتاع الجيزه باور، وده مصنع رائد في مجال الكابلات الكهربائيه المصريه. وفي نفس الوقت برضو بدأنا نطور في الخطوط الإنتاج القديمة اللي موجودة، انت عارف المصنع من سنة 54، فبدأنا كمان نطور في الخطوط القديمة اللي موجودة عندنا وبقت خطوط فعالة جدا. زودنا الطاقة الإنتاجية كمان في مصنع الجيزة بإضافة خطوط جديدة. طبعا نتيجة ان احنا بندي فيدباك للإدارة العليا السوق محتاج ايه، فتحنا مصنع برضو جديد في مجال العدادات، دي حاجة بعيدة عن الكابلات بس هي في قطاع الكهرباء بشكل عام. وفي نفس الوقت ده نتيجة نظرتنا او نظرة إدارة تجارية ان ده السوق في الوقت الحالي بيحتاج الايتم دوت او بيحتاج المنتج ده. عندنا الفترة اللي جاية طبعا تحديات كبيرة جدا، من ضمن التحديات هي إضافة برضو منتجات جديدة للمصنع وفتح مصانع جديدة في مجالات جديدة برضو خاصة بمجال الكهرباء، وده اللي احنا بنشتغل عليه ان شاء الله مع الإدارة العليا الفترة اللي جاية. طبعا احنا نفخر ان احنا اخدنا فعلا بكل فخر صنع في مصر بالظبط، ودي حاجة يعني بحاجة كلنا بنفخر بيها كمصريين. السوق الخارجي هو شيء لابد منه، ودي حاجة مش بس للشركة، هي دي حاجة لمصر كلها بالظبط. تحديات طبعا بتقابلنا بنحاول ان احنا نعديها. الحمد لله احنا وصلنا في المنتجات بتاعتنا لبره مصر، وصلنا للجلف، وصلنا لافريقيا، وصلنا لبريطانيا، وصلنا للمغرب. طبعا في عندنا تحديات، وفي عندنا كمان تارجت ان احنا نعظم الجزء بتاع التصدير دوت، لان هيفيد البلد في الاول وفي الاخر وهيفيدنا كشركه مصنعه، ودي من احد التحديات اللي احنا حاطينها قدامنا في 2023. يعني احنا بنعتبر ان شاء الله السنه الجايه في 2023 عام التصدير في شركه الكابلات او مجموعه الكابلات الكهربائيه.